ترأس النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي اجتماع اللجنة المحلية المختصة بإيجاد حلول سريعة لمطالب المتظاهرين من خلال تخصيص قطع أراض لإنشاء مشاريع صغيرة تمول عن طريق القروض التي ستمنح لهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالب النائب الفني للمحافظ رؤساء الوحدات الإدارية في صلاح الدين بتهيئة أراض صالحة لإنشاء المشاريع الصغيرة عليها، إضافة إلى الخاصة بشريحة الشهداء ليتم توزيعها بين ذويهم.